بسم الله الرحمن الرحيم. ثنائي نقابة المحامين شهداء المحاماة المرحومين بإذن الله تعالى، الأستاذ ياسر جلال المحامي وزوجته وأبنائه، والمرحومة الأستاذة أميرة جمال، والذين وفتهم المنية ونحسبهم عند الله شهداء. كما تنعي نقابة المحامين ومجلس النقابة العامة والجمعية العمومية الأستاذ عاطف الضوى شقيق الدكتور أبو بكر الضوى لوفاته، وتنعي أيضا وفاة عمة الدكتور أبو بكر الضوى صباح اليوم. نسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، ولأننا جميعا إلى زوال وأن نقابة المحامين هي الباقية، يتشرف الأستاذ النقيب عبد الحليم علام نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب بدعوة السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر لحضور افتتاح النادي غدا الثلاثاء الموافق 18/7/2023 منذ الساعة 7 مساء لاستقبال السادة المحامين فقط. يقتصر الحضور على حضراتكم يوم الافتتاح، ومن بعدها يتشرف النادي باستقبال السادة المحامين وأسرهم. يسبق الافتتاح اجتماع السيد النقيب العام بمجالس النقابات الفرعية وأعضاء تلك المجالس في تمام الساعة 1 ظهرا. وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بالافتتاح، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب المرحومين بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.